عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم جبت لكم على بركة الله حريشات صغار بالفروماج والزيتون، نتمنى انهم يروقوا الاعشاب ديالكم. ونخليكم مع مقادير وطريقة تحضير ديال هاد الحريشات ديالنا اللي كيجيو في غاية الروعة. مقادير على الشكل التالي: عندنا هنايا ثلاثة الكؤوس ديال السميد الرقيق ولا السميدة الرقيقة، عندي جوج معالق ديال سكر حبيبات، عندي قبصة ديال الملح، عندي ربع كأس ديال زبدة مذوبة زائد زيت نباتية، عندي ماء دافئ، عندنا شوية ديال السميد يعني فاش غادي ندردر هاد العجين، عندي هنايا راس المعلقة ديال الخميرة وخميرة الحلويات. ودابا غادي ندوزو باش نصبو هاد الحريشات. هني هاد السميدة أو السميد الرقيقة ديجا غربلتها، أنا غادي ندير نواشف، غادي ندير سنيدة شوية ديال الملح، يبقى لكم على حساب يعني الأفراد الأسرة. كليكم هنايا ضعفوا الكمية، أنايا غادي ندير ساشي واحد ديال الخميرة ديال الحلويات، ملي كنبدا بالنواشف هما الاولين، ملي كنرمل جيدا وغادي ندير دابا الزبده مع الزيت. وغادي نخلطهم مع بعض حتى يتخلطوا مزيان. وغادي ناخذ هاد الخميرة فورية، نزيد عليها شي شويه ديال الماء دافئ، ونكبهم فوق الخليط، ونبدا نخلط عادي. يبقى هنايا الماء على حساب يعني ميزاني، يعني ما يكونش خفيفة بزاف وما تكونش يعني ثقيلة بزاف. وهنايا راه السميدة راه كتشرب الماء بطبيعة الحال، هي من بعد يعني مجمعتها بحركات اليد. غادي ناخد يعني غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق، عاد غادي نبدا نجمع هاد الحريشات. وهنايا بالنسبه للحشوه غادي ناخد هنا شويه الزيتون مقطع رقيق، وهنايا شويه ديال الفرماج محكوك، هنايا غادي ناخد واحد الغلاقة ديال الشكلاط اولا اي قرعة عندكم في البيت، هي فاش غادي نبدا نصاوب هاد الحرشة. هنايا غادي ندير كرة عادية، غادي نحاول انني ندير واحد الثقب في الوسط
وغادي ندير هنايا الفرماج، ونحاول انني ندخل هذا الفرماج في العجين، ونبدا ندير واحد بحال شكل كره. وغادي ناخذ ديك السميده اللي خليتها قبيل على جنب ونديرها في هاد الغلاقه، وهنايا غادي نبدا ندير العجين ديالي في السميد ونقرص هذيك الغلاقه او الغطايه، ونبقى حاول انني نقرصها مزيان. وندير شويه ديال السميد من الفوق وغادي نقلبها. فالاثناء هذه راه درت انا المخلاه تسخن، نديرهم في المقله الثقيله، كليكم ديروا الطيفال. ناخذ ثاني القطعه الثانيه ونعمرها بنايا بالزيتون، كليكم ديروا شويه ديال الزعتر حتى هو في العجين، وغادي نجمع وندير كره نفس يعني العمليه الاولى. هاد الطريقه كتجي سهله بلا قطاعه، وكياخذوا نفس الحجم وما كياخذوش معايا الوقت بزاف. هي اسهل طريقه باش نصاوبوا هاد الحريشات الصغار، وغنبقى تنكمل. ودابا ما كاينش يطيبو، نحاول ان النار تكون مهيله باش ما يتحرقوش لينا. كنطيبهم يعني تكون النار مهيله، كياخذوا داك اللون الذهبي. واللي طابت كنقلبها عادي، يا يعني الحريشات هادو كيجيو زوينين في الفطور. واللي طابت كنحيدها على جنب، وتندوز ليني العجين اللي باقي ليا او القطع اللي باقي ليا، وكنبقى نطيب حتى نكمل هاد الحريشات هادو كاملين. شحال هادي درت معكم حرشه كبيره، قلت علاش لا ما نديرش معكم هنايا حريشات صغار بالفروماج والزيتون. ونوضع الحرشات اللي باقين ما طابوش، كنبقى حتى نكمل هاد الحرشات اللي دغيا تيوجدو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالي من بعد ما طابو. نتمنى انهم يروقوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الضغط على زر جرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى اللقاء في فيديو اخر بشهيوة اخرى، مع السلامة.